خدر ضاع العمر وسكين تطعن بالظهر تحمل صبر بس القهر انك ما تعرف مين عم يضربك سكين لحظة غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالظهر تحمل صبر بس القهر انك ما تعرف مين عم يضربك سكين اصحى ما تبقى مطرحة غدر العدو وبيجرحك بس القريب بيذبحك وانت مأمن من عم يضربك سكين لحظة غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالظهر تحمل صبر بس القهر انك ما تعرف مين عم يضربك سكين والله لا عيشون الزل اللي عيشوني اياه والله والله لرجعك يا خالتي مرتبي على الحديده انت واولادك مثل ما كنتوا والله واللي اسمه الله راجع مثل موجه غضب من عيونه بشرقه لهب حقك فرض منه عتاب لا لا تفرط فيه لو كانوا عشر سنين تحمل صبر بس القهر انك ما تعرف مين عم يضربك سكين شلون أمه؟ والله يا أخي ما بعرف شو بدي لك يعني حاسس صايرة مجنونة يا اهلين وسهلين يا اهلين وسهلين اهلين وسهلين يا ابو حمدي يا هلا يا ابو حمدي تفضلوا الله يزيد فضلك ايه سيدنا طمنا ان شاء الله ما في لبكه ساره عندكم لبكه شو ابو فكري قال لي انه اولادك اولاد ابو جابر طوال الليل ما ناموا وحايسين من قرن لقرن خير شو في وانا كمان قلقان عليك يا ابو حمدي بنتي تعبانه شوي لا ما على البشر خير شبهها إلا كم يوم على بعضها وشها أصفر وعيونها غايرة ما بعرف هيك شو صاير لها والله كأنه عينه صايبتها يبعت أهل العين أدعها ياها إيه بس شو طلع معها طلع معها ريان حبشي يا لطيف هلا هيك قال عطها جبنا لها دواء من عنده بس ما بعرف اذا كان رح ينفعها ولا لا يا رب يلطف يا رب وهلا شو حالتها؟ شو بدي احكي لك ما لها لورا الله يعافيها يا رب شو الله يعافيها ابو نادي هذا اللي رأى الحبشي ما حدا نفد منه ذنوب لك شو يعني؟ لا نار بيد الله يا ابو حمدي شلون؟ يعني لا تواخذني يا ابو حمدي بس والله انا هذا اللي بعرفه يعني هذا المرض تأخرته لا حول ولا قوة إلا بالله يعني هذا المرض هيك بيساوي إيه والله وبعدين دير بالك أبو حمدي هذا المرض بيعدي بالنفس ها ديروا بالكم تقربوا عليها منيح اللي نبهتني يا أبو عدنان لأقوم أقول للحريم خليه بعده عنها إيه استعجل أبو حمدي استعجل أنت متأكد هذا المرض بيساوي هيك؟ لا إيه أبو نادر شبهك متأكد مثل ما لي شايفك وشايفني شيء الله يرضى عليك يا ابني ما بدي تعمل شيء ودم اخي يا ابو عطا دم اخي الدوله بتحاسبه يا خطاب اي دوله هي يا عمي ابو عطا اي دوله
دولة ما عم يزبط مع شيء، مو اصلي ايدها لا. شلون يعني؟ لك لهلا الكراكون ما تحرك، ولا حدا من عندهم سالني اذا بعرف مين قوصني وقوص اخي. ابو فخري عم يستنى المختار جديد يستلم شغله. والمختار شو خصه بهالقصة؟ ما المختار هو اللي بده يشتغل شغله. لك هي روح بني ادم يا جماعة الخير، بني ادم مو قطة. كل كلامك صحيح، كل كلامك صحيح بالمية مية. شغلة المخترة ما لها علاقة بشغلتها. ما انتوا وافقتوا يا عمي ابو عطا على ابو حمدي يصير مختار علينا؟ لا يا خطاب، انا ماني موافق، ولا اخي ابو جوزيف موافق. قلت لحالي شفتك ساكت وما اتيت بحركة. لا يا خطاب، مو ابو عطا اللي بيوافق على واحد وسخ يستلم رقاب الناس. طيب شو رح تساوي هلا؟ بس يحق الحق في الي حكي يا خطاب. قول الله وانا معك. بس انتبه يا خطاب، اهم شيء هلا سلامتك. سلامتي؟ سلامتي ما رح تكمل الا لاخذ حقي من ابو حمدي، هو وكل مين بيشد على ايده. يا ميت اهلين وسهلين. شلونك ام اشرف؟ اشتقت لك كثير، تقبريني. تفضلي. الله يخليكي. تفضلي زارتنا البركه، اهلين وسهلين. تفضلي على مربع لجوا. شو؟ شايفه البيت فاضي من غير شر؟ ايه والله ما في حدا بتنشا. الا كان خلينا نقعد بارض الديار. على حسابك، كل مطارح البيت. شرفي شرفي، لك اشو هالزيارة الحلوة هاي؟ والله بدي اجي لعندك من زمان، بس لهلا لحتى اجا وقتها. يا ستي ميت اهلا وسهلا، ارتاحي ارتاحي. اهلين وسهلين نورتي. انا شو جابني لهون؟ اي مو معقول تهرب لعند بيت ابو اشراف؟ مالك علي يمين، مالك علي يمين، اني عامله حسابي بدك تجي لعندي. شو ما عم تروحي لبيت سلفتك ام عطا؟ دخيلك اللي بقى تجيبي لي سيرته، ما عاد شفتهم بنوب. وليش لتقطعي القربة؟ هي قربة هي ست هند، ولك هي عقربة. اي لا لا، مو لهالدرجة يا اشراف. لا دخيلك لا، خلص حلفت 60 يمين ما بقى ادوس بيتهم، طول ما هالكرنيبة هي عايشة. اي والله والله معك حق. لك يضرب نصيب هالبنات شو معطر. معليش يا مرت عمي، من اول الغلط راكبنا من ساسنا لراسنا. ليش لك بنتي ليش؟ اول باشتان كان لازم ما ناخذ ولا نعطي لبيت البكواتي، وتاني باشتان كان لازم ما نجبر زهريه عجوازتها على ابن عمها اشرف، لانه مو قدرانه تشوفه ولا بدها اياه. مزبوط كلامك يا بنتي مزبوط، المكتوب ما منه مهرب. امنت بالله. اصبري يا بنتي اصبري، إلا ما يجي يوم تضحكي فيه تتحصري على رأي. يا رب لا تتوهنا رأي، يا رب لا تورجينا شي منكرهه. بعرفه لهالمرض، أخوه لجدي راح فيه بظرف 3 أيام كان مسلمها، ولولا لطف الله كان جدي لحقه. إيه بس هل جابوا له دواء؟ يا سيدي بنتمنى من رب العالمين إنه يعافيها، بس على هو ما صار مع أخوه لجدي ما راح تسلم منه لو بيجيبوا له دواء الدنيا كلها. إيه الله يوقف معك يا أبو حمدي وصبرك يا رب. آمين يا رب العالمين. أشرف سوي لي كاسة شاي ابني. أمرك يا أبي. لفيت الحارة بيت بيت وما كنت حوقة بخبر يا أخي. وأني بيت لسه ما فتني له. ما في غير بيت أبو عطا وبيت الدبور، هدول اللي لسه ما فتل عندهم. ولك شو بدي أخذها لبيت أبو عطا ولا لبيت الدبور؟ آه شو بدي أخذها؟ لازم نعمل حسابنا. لك ليش لا تهرب من البيت ليش؟ والله ما ساوينا على شيء، والله ما ساوينا على شيء. لك طلبة ما ساويتوا لا شيء، ليش هالبيت؟ لك هيك نطط في راسي. اهدى يا اخي، اهدى تقبرني، اهدى. لك لو بدي اهدى شلون؟ يا اخي يا اخي كل شيء له تدبيره. هي ما لغير تدبيره وحدي اني اذبحها. قولي على عبدي ان شاء الله، قولي على عبدي. يبعث لي ضربه عليها؟ اوكي صار هيك يا مو. يا مو انا قلت لكم لانه اولتها واخرتها رح تدروا. بدي اياكم من تم ساكت، لا من شاف ولا من دري، الله يرضى عليكم، ما بنصير حديث العالم، واولا بتتبهدلوا من ابوكم. طيب ما رح تعرف الناس يا مو؟ هلا المهم بدي اياكم ما تجيبوا سيره لحدا، من هون ليلاقوها ويرجعوها على البيت. بركي ما لاقوها؟ لاقيوه، الله يستر يا رب. يخرب بيتها الكريم على هالعمله، شو جنت؟ روح اقتل على هالخبريه. أنا ما كان عندي خبر إلا لمبارح بالليل. لسا مبارح ما كان في هالشي؟ لما كنت عند نورية؟ إيه هذا الحكي من نص رمضان ست خالدية، شبكي؟ لا أنتي الصادقة، من قبل العيد بيومين، لما رحت لعند نورية وأخذت العيدية.
قولي على قامتي عليها. روحي اعملي لها مشقة. أنا؟ إيه أنتِ؟ مشان الله تعفيني، والله بخاف انعدم، بخاف على شبابي. خايفة على روحك ست خالدية؟ إيه والله خايفة، لشو الكذب؟ إيه؟ مثل ما بدك. لا تأخذيني ست هند، خلصت بروح لعند نورية، بس ما فوت لعند كريمة. وأنا كمان ما قدرت فوت شوفها. شنو هذا المرض ما له صاحب، بقش على أبو موزة، مثل الهوى الأصفر والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله كتب لها عمر عاشت، وإن ماتت يعني شو طالع بإيدي. طول بالك يا أبو حمدي، الله يمد لك بعمرها. آمين آمين يا رب العالمين. هي بنتي، بنتي الحنونة يلي مالي غيرها يا أبو أشقى. صلي على أبو محمد يا أبو حمدي، الله قادر يشفيها بطرفة عين. يا رب يا رب. بيقول لك المعلم أبو حمدي سلم له على عزرائيل. إن شاء الله ترجع على البيت. لا إن شاء الله ما ترجع. يا عائشة أنت عم تحكي هالحكي؟ لأنه ما رح يخلوها طيبة. شلون شلون؟ بتتذكري لما شافها أخوها منبقى راسها من الباب شو عمل فيها؟ قتلها قتلة حشكو لبك. شلون هلأ هي وهربانة؟ والله بيذبحوها. قولي على قامتي عليكي يا كريمة. أي زمن وأي حضن رح يمحي هالدمع. حب الزهر بيضل رغم الأسى بيطل. ولو تعب أسوي وفل بتفرح الغم. حب الزهر بيضل رغم الأسى بيطل. ولو تعب أسوي وزل بتفرح الغمرة. أي زمن وأي حضن رح يمحي هالدمع. يا ابي عطا، وين ما بين حدا منكم انت واخوك اليوم؟ يا ابي كنا هيك هنيك يعني رحنا. هني؟ وين هني؟ عم ندور بالسواق يا ابي، بالسواق عم ندور هيك شوي. وعلى شو عم تدوروا؟ شبك ما تحكي؟ يا بي بصراحة أنا وأخي عطاء عم ندور على شغل. عم تدوروا على شغل؟ إيه يا بي عم ندور على شغل. وليش مستحي تقولها يا بي عطاء؟ يا بالدغري خفت إنك تزعل وما توافق إنه نشتغل صنايعية عند العالم. وليش ما وافق؟ وليش لحتى بهدلكن؟ وليش حتى ما تشتغلوا صنايعية؟ يا بي يعني أنت موافق إنه نشتغل صنايعية عند العالم بالأجرة؟ ايه ليش حتى ما وافق؟ وليش لحتى ما تشتغلوا صنايعية؟ قلت لك ابوك ما رح يزعل. ايه ولقيتوا شغل؟ لا يا ابي ما لقينا. قصده امين يا ابي انه ما لقينا شغل بكارنا اللي بنفهم فيه. ايه وشو هو الشغل اللي لقيتوه؟ جير كندرجي بالزرابلية يا ابي، وبده يعطي لكل واحد فينا مجيدي بالجمعة. وشو رح تساوي مجيدي لكل واحد فيكم؟ بلاها. لا بقى تدوروا على شغل. ابوكم رح يشتري لكم دكان بهالكام يوم. صح يا بي؟ هي يا بي هي. الله يخلينا ياك وديمك فوق راسنا يا رب. الحمد لله. كم من أكلك يا مو؟ شبعت يا مو شبعت. دايمة صحة. إن شاء الله صحة. صحة صحة يا بي صحة. مين قالك أنت وياه تروحوا تدوروا على شغل؟ مو أحسن ما نقعد بالبيت يا مو؟ لا مو أحسن. هذا سادس يوم وأخي ما بيلفي على البيت،
كيف هيك تاركنا لحالنا يا مو؟ الغايب عذره معه يا بنتي، ابصر شو صاير معه. بس يا مو شوفت عينك، احنا ما عاد عندنا بقيان اكل. بعين الله، بعين الله يا بنتي. اسمع اخي، ابن عم حمدي راح لحاله، وانا وياك بنفوت على الحاره، ما بنحكي مع حدا، كل واحد بفوت لحاله لنشوف عمي ابو حمدي شو بده يحكي. مشي يا اخي مشي. لك شو هالورطه اللي تورطناها هي؟ قول الله اخي قول الله. لك ما خلينا قرنا الا ما دورنا فيه، دورنا بكل الحارات والبساتين وما كنا نلاقيها. لك من بدك تعرفها؟ بين كل هالنزوه وهي غطي والشر الملايقه من وين؟ لك اخ يا ريتني لو متت قبل ما تعمل هالعمليه هالكذبه. لك يا بطلي مشاوي يا بطلي، ولك دوروا عليها بفوز ايدكم، دوروا عليها. ما رح اقدر خليك تفوتي يا ام خليل، ومشان شي مشانك. لا أنا جاي أطمن عن صحتك وصحة بنتك، الله يشفيها يا رب. يا رب يا رب. أنا اليوم صليت الله من كل قلبي ودعيت الله بالشفاء. الله يشفيها يا حق. لك شو هالحكي اللي عم تحكيه أنت لك رشيد؟ إيه والله، إيه والله لك خطاب. والله عم بيقولوا إنه حالتها كتير تعبانة، يعني بين الحياة والموت. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لك هلا هذا المرض منين بيجي خطاب؟ والله ما بعرف لك يا رشيد، هذا بيكون اكلت لها شي رعبه، مصدومت لها شي صدمه. الله العلي يا لطيف يا لطيف. ولي هدول اكيد كمشوها وقت اللي كانت جايه لعندي تخبرني على اللي بدهم يعملوا فيني. معقوله؟ مرني يا ابني. تروح لعند احمد عطار اللي بالمستوى اللي بيعمل امرك. وينك؟ اذا سالك عن الحاله قل له نحن بنعمل اللي علينا. امرك يا ابني. يعني ما عاد بدكم تدوروا عليها؟ لو بدها ترجع كانت رجعت لحالها. الله يخليك خليك عم تدور عليها. بوز ايدك يا ابو حمدي، بوز رجلك. انسيها يا نوريه انسيها. قولي علي انا شلون بدي انساها؟ يلي طلعت من البيت من غير ارادتي ما لرجع علي، هي ثالث يوم صار لها هرباني. قولي علي عليك يا بنتي، قولي علي عليك. والله مو قليلة يا ابو نادر، مو قليلة، واحد عم يشوف ضناه هيك عم يموت قدام عيونه ما عم يدرس ولا شيء. والله مو قليلة يا ابو عدنان مو قليلة. لك معقول هذا المرض ما لاقوا له حل هلا؟ لك الله يخرب بيته لا يبارك فيه يا رب. طيب يا ابو حمدي شلونك؟ والله الحمد لله. شرف شرف، هات كرسي يا ابي هات. شرف يا ابي. الله يسلم الدنيا، تعمل لك كاستين شاي الله يرضى عليك. بأمرك يا ابي. طيب ابو حمدي والله طمني، شلون المسوره بنتها؟ كل ماذا لا ورا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يخفف عنها. امين يا رب امين. وين ابو واصيف؟ ماني شايفه هون. والله علمي علمك، اذا بدك منه شيء لابعت ورا. لا 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 ما بدي منه شيء، بس بدي اساله عن محروس.
طول نهار اليوم ما شفتوه. والله هذا الولد ماله نفعلنا شيء. من وقت ما رجع الحارة وأمه ما نصيبات بعد ما تجوزت أبو واصي. لازم يرجع محروس. تأخر كثير عن موعده. عم كذب علي يا مو؟ بشو كذبت عليكي؟ عم تقول بدك تفتح دكان بسوق الصوف وأنت ما معك ملي. لا لا لا، معي مصاري، معي مصاري. لهلا عم تكسب علي. قصدي يعني رح أدبر مصاري. ومنين بدك تدبر يا مو؟ منين؟ بيبعت الله، والله كريم يا مو. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من يومها ما فات على البيت ولا شافوه مفوت رغيف خبز لحريمه. بيرجع يا ابني زك بيرجع. وين بده يروح يعني؟ والله لا طالع روحه بإيدي هي، والله أدي حالك خطال. لك هذا أخي، هذا أخي من لحمي ودمي، أخي اللي ما بيعه بكل رجال الأرض. يعني أنا عم بقول مشان المستورة أخته ما تزعل، مو خطاب اللي بتزله مرة يا ابني زك، مو خطاب. أنا عم أقول طول بالك لنعرف شو صار وليش هيك تأتى معه. شغلته خالصة من عندي ولا بقى تفتح لي سيرته بنو. لك يا بي افهم علي، كريمة هي عرضكم مثل ما هي عرض أخي. مين قال غير هيك يا بي؟ مين قال؟ روح مش يلا، روح شوف أخوك جابر دوروا عليها. أمرك يا بي أمرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعي سليمة، أمور ابن عمي. أنت ما سمعتي من البنات هيك ولا هيك عن كريمة؟ ما بعرف ولا سألت. يعني مثلا عشقاني حدا وبدها اياه، يعني صاير حكي هيك بيناتو؟ ابدا ابن عمي ابدا. لك ويني فوتي لعند البنات وجرجريهم بالسؤال، بكي بنعرف وين راحت هالمغضوبه بنخلص من القصه. ايه على راسي ابن عمي. استغفر الله العظيم على هالمصيبه. شو هالحكي اللي عم تحكي يا مو؟ اعوذ بالله يا مو، ما صار هيك حكي بنوب؟ طب ما جابت لكم سيره شي لا الك ولا الك عايشه؟ انا ما سمعت ابدا شي يا مو. وانتي وفيقه؟ أنا ما بعرف بهيك شغلات يا مو، ما بعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب ما حكت لكم شي؟ ما قالت لكم شي؟ ما لمحت لكم عن شي؟ يا أمي حكولي إذا في شي، هلأ أحسن من بعدين. صدقيني يا مو لو بعرف شي قلتلك. الله يجيب العواقب سليمة يا رب. لك يا ريتها ماتت ولا عملت هالعملة. الشر عنا، يبعت الحمى على هالعملة. إيه؟ إيه ابن عمي، أكدوا لي البنات أنه ما في شي ولا سمعوا شي. أبداً أبداً، البنت ما بتهرب من بيت أهلها إلا إذا في شي براسها. لك أنا الحرمة ما خليت بيت بالحارة إلا وفت عليه. أنت إختك ما عرفت وين راحت يا بهيم؟ والله ما بقي غير أني أضرب بالمندل لحتى أعرف مطرحها، بس الله يجمعني فيها. بس والله لا أذبحها بإيدي والله. وانت ولا سهيان؟ وينك اليوم مالك مبين لعنا؟ شبنا عمتي شبنا، لسه انت وابي عملتيني ملطشتكم. خرس! خرسنا عمتي خرسنا. تضرب انت وجوابك. امرك عمتي امرك. لك بس بدي افهم، شلون عم يجيكم النوم انت وياه؟ ليش مين منا عم ينام عمتي؟ مين؟ اسمع انت وياه وياه. في كان بيت بالحارة ما قدرت فوت لعندهم. بدي اعرف اذا كانت كريمة مخباية عندهم ولا لا. ومينو هذا اللي بده يسترجي يخبي بنت البكواتي عنده وما يحكي؟ اه مين؟ يا عمتي الناس بتساعدها لانها حرمة، وخصوصي اعداء بيت البكواتي. مسكينة هيك الله ردلها. ريتها هالمرضى كانت لمرت عمك ابو اشرف، كانت راحت فيها وارتحنا منها. ايه لا حرام عليكي، لا تدعي عليها. شو ما أدعي عليها؟ هي أصل كل البلا اللي صار. لك زهرية لساتك بتكرهي لأشرف؟ ليش ما عم تفهمي علي أنتي؟ أنا ما بكره يكون ابن عمي، بس ما بحبه يكون جوزي، يعني من بعيد لبعيد. لك الله يصلحك ويهديكي. على شو الله يصلحني ويهديني؟ لك حدا بيصح له ياخد أشرف وبيقول لا. لك صالحة أنتي ما كنتي معي وقت كنت بالأوضة. وقت الدخلة مو هيك؟ لك حسيته مثل الغول اللي جاي بده ياكلني. لك ما بعرف ليش صرت اكرهه اكثر لما صرت انا وياه باوضه وحده، صرت بس بدي اهرب منه ومن شوفته. هلا هو اذاكي شي؟ لا حرام، هو تحملني كثير وستر على اللي بيناتنا.
بس يا اختي امه بتكرهني، ما بتياني من الاول وما طالعتني الا بفضيحه. الله مولاها، لك الله يستفل فيها، الله يستفل فيها. لك ابن عمي، خلينا نخطب له بنت اختي، والله بيكون احسن قبل ما الولد يفكر انه يهرب منا ويروح يرجع لزهريه هي الشيطاني. هلا استني شوي، بركي الله عافاها لبنته ابو حمدي. اي والله الاخبار يلي سمعتها من هند خانو ما بتبشر بالخير ابن عمي. مالك اكرم من الله. لا اله الا الله. بعدين انا كم مره قلت لك انه بنت اختك ما بدي اياها مره لابني؟ اه كم مره قلت لك؟ طيب ابن عمي مشان الله بسألي شو العيب اللي فيها؟ اه قول شو العيب. ما في عيب والله سلمها، بس انا ما بدي اياها مره لابني. قلبي مو مشروح لجواز شيء. انا ما بعرف ليش بتكره لاختي كل هالقد. ما بدي اسمع بذكرها. طيب ليش ابن عمي لك؟ قول. رح اقول لك ليش. قول قول وريحني. تتذكر لما كنا مخطوبين وجبت لك هدية الكردان؟ ايه ما بنساها ابن عم. ما بنساها ابن عمي. تتذكري اختها شو قالت؟ شو هالهدية الشرشوحة اللي جابها الشرشوح لاختي؟ هي هيك قالت؟ لك كلامها طق بيدني طق. وسمعتك انت وعم تقولي لها اسكتي حتى انا ما اسمعها. انا ابن عمي. لا تكذبي وليه؟ خلص ابن عمي خلص. من اليوم ورايح ما عاد تسمع بسيرة. روحي اعطيني غدا. روحي. على عيني. روحي. إلا بالله العلي العظيم على البلوى. لهلا ما حدا مين الولاد. أختي هند، من ساعة ما راحت من عنا ما بنعرف عنها شيء. ماشي، روحي اعملي لنا قهوة. يا الله هلا وقت القهوة. روحي اعملي لنا قهوة خلصينا. أمرك. ما رح نستفاد شيء بلا ما يطلع حدا ونصير بقصة تانية. معقول تكون كريمة ببيت أبو عطا؟ لا تطول علي جابر. لك معقول طول عليكي أنا؟ يوه قال بيت البكواتي ما بيغلط. وقال ايه ولا الغلط راكبهم راسهم السفن رجليهم. والله والله اذا عرفوا انه بتحبوا للدبور لتقوم لايامه بالحاره. تحملوا تحملوا يا بيت البكواتي، وتحملي يا عمتي هند معه. الله لا يسامحك يا رب، لا أنتي ولا شكرية. ولي الدبور ماله سهل يا وفيقة، يمكن يأذينا. بعدين الدبور ما حبها ولا قالها شي، شو أخذها لعنده؟ إيه ما بدي أقول شي ولا أحكي شي ويطلع كلامي غلط، والله بتنطبش القصة كلها براسي. شو قعدك هون يا مو؟ هلا فقت. فكرتك ما نمت يا مو. لا نمت وهلا فقت. الحمد لله يا ربي. أنا قايمة صلي يا مو. يا رب. تفضل يا سيدنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. على نية الشفاء إن شاء الله. يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله يقدم لك في الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلم أمرك لله يا أبو حمدي. لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريتو أنا اللي يصيبني الريان. ريتني موت إن شاء الله. إن شاء الله ربي يخفي جنسكم من الأرض. المسكينة يا مصابحة يا ماسي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله ينظر له بالشفاء بجاه النبي. آمين. الأعمار بيد الله يا ابني. قل يا ابني انت شلون شايف حالك؟ من الله منيح دائما الحمد لله. قل يا ابني ام هشام شلون وضعه؟ مصابرة يا ابني. يا خطاب وقف معه وشد على ايده. الحرمة قد ما ساوت وقد ما عملت بتتم ضعيفة قدام الرجال. بدي اقول لك يا ابني شو رايكم تفتحوا القهوه؟ شيخنا انت شو عم بتقول؟ يا ابني لا الحزن بدوم ولا الفرح بدوم وكلياتنا على هالطريق. يا ابي حمدي انا بدي اياك ترافقه لرشيد. اليوم تمره لعنده بتقول له ابي عاوزك بالليل. خليج لعندي بس بدون ما حدا يدرى او يحس على انه دخل على بيتي. ليش يا بي؟ هلا هيك عاوزه ايه بس يا بي؟ خلصنا مثل ما عم قلك بتساوي. امرك يا بي امرك. بعدين مثل ما نبهت عليك ما بدي صوص بن يومين يعرف على انه دخل على بيتي. امرك يا بي امرك. انت قايل للشيخ حسن انك بدك تتصالح مع ابو عطا؟ انا خايف يا ابو حمدي خايف. خايف من ايش خايف؟ خايف تنعرف بنتك انها هربانة تنفضح العيلة بالحارة. بس هيك؟ صراحة كمان خايف على بناتي ما حدا يطلبوا للجواز بعد هالفضيحة. هيك لكان؟ ايه اخي ايه. وحمدي وين راح؟ وين راح حمدي؟ حمدي رح ياخذ وحدة منهم. اما الثاني مين رح ياخذها؟ الله بياخذها. يلا إيه ياخذني انا الثاني وريحني من الدنيا بقى. عود احكي عود لك عود كفيني اللي فيني. والله رح انفجر على ما اعرف وين هربت بنتك. بعرف لك اخي بعرف. أنا وياك مركزنا كبير بين الناس، لازم قد ما فينا نستتر على حالنا. الله يستر علينا يا رب. وهي قصة مصالحة بدك تشيل إياها من راسك بنوب، بنوب بنوب. وليش بقى؟ بعدين لك أخي بعدين، والله نخليهم يجوا لعندك زاحفين على ركبهم. بس كريمة شو؟ أنا بعت ناس يدوروا على كريمة. مين أخي مين؟ لا تخاف أخي لا تخاف. الجماعة ما رح يفتحوا تمون رح يجيبوا لي اياها لوسط بيتي. هي البريد سيدي اللي وصل هلا.
حلو، وافقت الداخليه على تعيين ابو حمدي مختار. عن جد سيدي؟ شو عم بمزح ولا؟ روح خبره انه صار مختار بسرعه. والله روح انا سيدي خبره وبشره. ايه مشان تاكل الحلوان. الله يخلينا ياكل يا سيدي. احترامي سيدي. والله صرت مختار يا ابو حمدي، صرت مختار. عبدو هي حلوانك يا عبدو. يكتر خيرك يا عمي ابو حمدي. يا مختار قل له لابو فخري ابو حمدي بده يشوفك. بامرك يا مختار. السلام عليكم. مبروك على المخترة أخي، ومنيح اللي فوتت الشيخ حسن لحتى يقرأ لهالمغضوبة كريمة. الله يقصف بعمره يا حق. لازم كل أهل الحارة يعرفوا إن بنتي لساتها عندي بالبيت أختي. خير ما عملت أخي، خير ما عملت. وين كنتي؟ كنت عند بيت الأميمي أبو فهمي. شو أخذك لعنده؟ قلت لحالي مو بقيان غير هالبيت لسه ما فتت عليه، بركي فتت لعندهم وشفت كريمة قاعدة هوني. وشو بياخدها لهني؟ أبو حمدي الغريق بيتعلق بقشة. الله يغضب عليها أكثر ما تعبت عليها، الله يغضب عليها يا حق. يا الله. لوين؟ رايحة شق على بيت أبو جابر، بدي أشوف البنات بشو عم يفكروا. هلا واتهم. والله يا أخي صرت خايفة لتقوم وحدة من بنات أخوك تعملها وتهرب من بيت أهلها. تكون كملت معنا. عن إذنك. الله معك. بس القريب بيذبحك.